أيها الغني الذي لا تعطف، الله تعالى أعطاك المال جودا منه وكرما، وأنت تنظر إلى الفقير نظرة ازدراء. مع كل هذا الجاه والثراء، سيكون الكفن لباسك، والتراب فراشك، والقبر منزلك. ما رح تاخد معك شيء إلا عملك. فكم من ثري رحل عن الدنيا قبلك، وكم من جبار لم يبقى له أثر، فلا تجعل ما لك نقمة عليك.